مساء الخير ويا رب تكونوا بألف خير. النهاردة الفيديو بتاعنا من لبنان، فيلا عروسة شيك قوي قوي قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله الفيلا. قبل ما نبدأ الفيديو لايكات كتير منكم، واللي أول مرة يشوفنا بالقناة يا ريت نورنا باشتراكه. بسم الله ما شاء الله، ده الريسبشن بصوا باللون الأبيض، والكوشن بقى سيلفر، معظم التفاصيل هنا سيلفر. بصوا الدفاية بقى والشمعدان سيلفر في ذهبي، تدريج الشمعدان كمان حلو قوي. هنا كمان الفيو اللي بيطل عليه الريسبشن رائع في جو بقى خريفي كده، عارفين بقى جو لبنان. الاتنين الفوتيك وبرده شكلهم شيك جدا، شجرة عيد الميلاد، الفرو اللي مرمي، انا بحب الفرو قوي لما اكون محطوط في اي حاجة بيدي احساس بالدفى. خلي بالكم الطابلو ده هتلاقيها مكررة في اكتر من مكان عندها في الشقة. التفاصيل بقى اللي على الترابيزة، بصوا الازاز اللي على الترابيزه بيدي عمق المكان وضيق حلو قوي كده. بصوا الديكورات اللي على الترابيزه هنا، انت تستمتعوا جدا معايا ان شاء الله بالفيديو ده وتفاصيل كتير جدا. بصوا دي اوضه النوم بس مش الاوضه الماستر، برضو بتطل على فيو حلو. بصوا الكوشن فارو بامبا مع الكرسي بتاع السراحه بامبا، الباسك بتاع الكتب. انا كمان هوريكم حاجات حلوه قوي في الاوضه دي، طيب بتاعت بنوتتها الصغننه. بصوا الورد اللي فوق، هي على فكره غيرت تاني كده اللي هو فرش ستريت. بصوا برضو هو البامبا مع ستاره بامبا، بس غيرت شويه في الكوشن، غيرت شويه في فرش السرير، بس نفس الالوان داخله جدا مع بعضها ومتناسقه جدا جدا. هنا الاوضه الماستر بتاعتها السرير كابوتيني اوف وايت، الاوضه كلها داخله بدرجات الاوف وايت، برضو الفرو وحتى السجاده شاج، الاتنين الفوتيك الكبار برضو متنجدين شرايح. بصوا هي كل شويه بتغير في تفاصيل ترتيب السرير. بصوا شكل الكوشن والترتيب بتاعها، انا الوقت هعرض لكم ازاي بترتب السرير ده، واللي حابب يتفرج بصوا كده الاوضه عامله ازاي، تحفه تحفه. هي كده الوقت بترتب السرير، انا حبيت اعرض لكم طريقه ترتيب السرير. في ناس طلبوا مني وناس طلبوا مني ازاي تنسيق الشقق والديكور. في اخر الفيديو اللي حابب يشوف ده انا سايبه لكم هي ازاي اصلا، انا هعرض الشقه وهي ازاي اصلا بترتب بيتها وبتعمل كل يوم لمسه ديكوريه مختلفه، يعني بتغير في نفس المكان بحاجات بسيطه جدا. هي ما شاء الله عليها منظمه قوي قوي ومرتبه. هي الوقت يعني بتورينا ازاي تطبقي السرير بشكل احترافي زي الفنادق، وهنتفرج على بقية الشقة. اللي حابب يستنى لاخر الفيديو يشوف هي بقى بترتب بيتها كل يوم ازاي، هسيب لكم ده اللي حابينه. بصوا كده شكل الكوشن، واو حلو قوي قوي السرير. نعمل يا جماعة السلم اكون مترتب بشكل حلو قوي بصراحة، بيفتح النفس يعني. شوفوا شكل الاوضه بقى منظم ازاي، من الحاجات اللي بتريح قوي اي ست او بتريحك كنت في شكل البيت بتاعك، السرير المترتب اللي الملايه مشدوده زي اقول. ده الدريسنج بتاعها، اوضه الدريسنج منفصله تماما اهو عن اوضه النوم بتاعتها. بصوا دي خاص بيها هي بس اهو، هنا الهدوم بتاعتها والناحيه التانيه الشوزات والشنط اهو. انتوا عارفين اللبنانيات بيهتموا باللبس جدا جدا، انا ليا صديقه لبنانيه يعني بتتكلم دايما ان اللبس ده عندهم اساسي، ان لازم بيشتروا كل اشكال اللبس وتشكيله مختلفه من اللبس، لازم يكون عندهم لبس كتير كل يوم جديد عندهم يعني. هنا حاطه بقى البناطيل بتاعتها، وهنا بصوا ما شاء الله الشوزات. لو مستمتعين معايا بالفيديو يا ريت تحطوا لايك للفيديو. بصوا بقى هنا بقى ده ريسبشن اللي احنا شفناه من شويه، شوف بقى هي ايه مغيره فيه. حتى هنا دلوقتي كاسات بدل البازة اللي كانت حطاها، مغيرة في شكل الكوشن. انت لو بتعملي كوشن اعمليه الكفر بتاعه بسوستة، وكل شوية غيري في الشكل بتاعه، لو هتغيري مع بازة مع حاجة مع سجادة فبقى حلو اوي. هي مغيرة الكوشن كمان مع السجاد اهو، حطت البازة هنا كده. بصوا بصوا كده فوق اللفاية غيرت خالص شكل الشمعدان، هنا كمان المرة دي مغيرة اهو. انا بعرض لكم افكار للديكور لان في بنات طلبوا ان احنا نعرض الكلام ده. هنا بصوا بقى شكل غيرت خالص هنا الترابيزه، بصوا ده ركنه تانية، ده يعني مكان تاني بس نفس الالوان. حطت الكوشن بصوا كده
بصوا الفازة الكبيرة اللي في الجنب، ورد الأحمر عاك يعني رغم إن الخلفية سودة بس عاد شكل حلو قوي. المرايتين اللي ورا دول حلوين جدا مع الترابيزة الذهبي والشمعدان الذهبي أهو. هنا بقى المطبخ بتاعها، بصوا كده ترابيزة المطبخ وجنبها ترابيزة سفرة صغننة. ده قاعدة تانية، بصوا كده. هنا بقى ايه، خلي بالكو المطبخ التاني ده المطبخ القديم، هي غيرته، هعرضهولكوا بأكتر من مرة. بصوا كده اهو، شوفوا شكله بقى عامل ازاي. بصوا بقى هنا ترتيبها لفكرة الشاي والقهوة والبسكوت، وهوريكوا هي بترتب الحاجات دي ازاي. السفرة بقى ترتيبها للسفرة، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى المناديل، ورود، وفكرة البيض الملون، طبعا مش بقى بيض زي فكرة البيض الملون كده، والمفرش اللي في النص هي مركزة على اللون الذهبي هنا أكتر. المنديل مقفول بإطار ذهبي. دي أفكار ممكن تستفيدوا منها في ترتيب السفرة بتاعتكم. هنا أوضة مكتب ومع ذلك فيها ترابيزة كبيرة زي ترابيزة اجتماعات. بصوا طبعا المساحة عندها مساعداها ان هي تعمل كل ده، ده مكتبين عندها وترابيزة اجتماعات. بصوا كده ده المطبخ بتاعها تاني اهو، قبل وبعد طبعا، هو بعد بقى افضل. هي بتشرح لنا لما غيرت فيه، هو طبعا كان باللون بس كده زي ما انتوا شايفين كده، الخشب تحت كده لون الخشب البني وكان فيه ابيض، هي غيرته خالص خلته كله ابيض في ابيض. ده فكرة تانية في ترتيبها للسفرة بتاعتها اهو. اكيد كل فيديو لو يعني مش هنقدر ننفذ كله فيه كل اللي فيه، بس بنقدر ناخد منه فكرة نغير بقى في البيت. هنا بقى الحمام، الحمام هنا مش كبير، ده الحمام الصغنن. بصوا بقى الحوض والطابلو البرواز اللي فوق، وحتى تحسي ان الحمام كلاسيكي قوي، لون الحنفيات والتقفيلة بتاع الحوض تحصها على حاجة عتيقة كده. الحوض سيمبل جدا، والحمام نفسه هنا الحمام الصغير مش كبير بس بسيط قوي ومريح. ده الحمام، هي مدخلة مع الحنفيات بقى اللون النحاس التفاصيل دي. هنا بصوا بقى كده الكنبة ابيض، والاتنين الفوتيه كبار اسود، بس شوفوا الكوشن واخد من فكرة السجاد والوان السجاد اهو، وهي عكس. بصوا بقى هنا وهي بترتب البيت، بصوا كده بتحط فازها تمام، رجعت غيرت تاني الفازة بفازة اصغر واتنين شمعدان. بدوكوا افكار للديكور ممكن تغيروا بيها في اي زاوية في البيت، وطبعا فكرة الكتاب جنب الفازة او تحت الفازة وجنب الشمعدان اهو. طيب هتغير تاني، بصوا عاملة ايه، اتنين منقدين بتوع الحلويات حاطه فوقهم فازتين والفازه التانية تحت، فعاتية شكل حلو قوي. هنا اهو بصوا كده طبق النحاس، وحتى جنبه فازه ومرايه. المرايات يا جماعه دخلوها في حاجات كتيره جدا بتدي منظر ديكوري، مش مجرد ان انا ببص فيها بس. بصوا هنا كمان اهو، هنا بقى شمعدان تاني، ولا شمعدان كبير ادت شكل تاني مختلف. هي نفس الترابيزه ونفس الكورنر، بس شوفوا بقى التفاصيل اللي هي بتغير فيها، عسولة كمان. طيب بصوا بقى هي بتجيب البسكويت تحط كله في علبة اهو، يعني افكار بقى لو المطبخ للبيت تمام. ممكن البسكوت السادة كمان اهو، يبقى جاهز الحاجات دي جنبها تبقى جاهزة جنب للشاي اهو للفطار. هنا بقى بتنضف اهي، شوفوا بقى بالترتيب بتاعه كمان، هي ما شاء الله عليها عسولة خفيفة. الترابيزة اللي هي الإزاز وفيها ستيل أو نحاس من تحت شكلها حلو جدا
بعد كده الركنة القاعدة كلها خلصت، تمسح الازاز بتاعها اهو. مش عايزة اطول عليكم الفيديو، بس هي لها حاجات كتيرة جدا بتعملها كل يوم في البيت، بتخلي البيت بتاعها بيلمع من النظافة. الفرو، بصوا بقى فكرة الفرو والشمعدان والفازة الكريستال السيمبل جدا. بصوا برضو الفازة دي حلوة قوي، مفيش بعد كده بقى جمال ولا شياكة احلى من كده. نجفة مع الحيطة، الحيطة سودة بس اللي هي فاصلة بالأخضر والورد الأبيض والكوشن الفاتح، فقعدت حلو، لون حلو قوي، وشكل تفاصيل الأوضة حلو. هنا بقى المسحوق بتفضيه وبتحط المشابك، وهنا المعطر أهو. على فكرة دي أوضة للغسيل، الأوضة الغسيل دي بس فيها غسالتين ومجفف والمشابك أهو، وكده حاجات الغسيل عندها جاهزة، والمناديل والصابون اللي هو بتحط جوه الغسالة ده للبقع، والفوط الصغننة اهي بتستخدمها. بصوا اهي، شوفوا شكل، شوفوا كمان شكل التطبيق، وورد صغنن كده اهو، شكل كده. دي أوضة الغسيل. لو عندك المطبخ بتاعك بقى فيه أسفل الحمام في مكان تعملي ده بقى، طبعا هيبقى حلو جدا. لو عندك أوضة غسيل هيبقى أحلى وأحلى. طب هنا بقى هتعمل باظة ورد، وشوفوا بتعمل ايه. لو عجبكم اللي انا اقدم لكم حاجات من دي، افكار انك ترتبي بيها البيت، اكتبوا لي في الكومنتات. لو حابين تشوفوا الشقه بس من غير التفاصيل دي برضو يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. بصوا عشان الطبق كبير ليه، حاطه في الورد عملت ايه، شايفين الفكره، عملت اللزق ده كده وحطت الورد عشان يبان ان هو واخد المكان كله. كان صعب الورد اللي اتحط كان هيقع طبعا في الطبق الكبير اللي حطاه تحت. وبصوا بقى شوفوا الشكل النهائي، وحاطه تشمع اهو، ولعت شمعدان، وشوفوا الشكل النهائي تمام قوي. هنا بترتب، بتلم كل الحاجات اهي بتاع الولاد الصغننه، ده بنت صغننه تمام. بصوا بقى بدقه بتمسح المناديل دي يا جماعه بكلور ومعقم، هوريكم دلوقتي هي عاملاها ازاي اهو. الترا كلين بتمسح بيها حتى أكرة الباب، بتمسح بيها التلاجة بتاعتها. أنا صراحة ما حبيتش على أرضكم التلاجة بتاعتها، بسم الله ما شاء الله، يعني مليانة مليانة بكل حاجات بقى، فما رضيتش صراحة أعرضها. بصوا هنا بتمسح المناديل دي، بتمسح وبتعقم، فحلوة أوي فكرتها. مع الشوز مع أي حاجة بتنظف بيها، مش محتاجة بقى تبل شوية مية بقى وتمسح كل يوم، لا هي بتمسح بالمناديل الحاجات دي، لان هي طبعا هي ما شاء الله ايدها كل يوم في الشقة برضو على المكنسة اهي، وبتمسح وبتعقم، وفي الاخر كل ده بيترمى وتبقى خلصت الدنيا. طب هنا بقى هتعمل ايه، هتبدأ برضو بص تحط مناديل اهي، مش بتحطها في علبة مناديل، بتحطها بالشكل ده، واعتقد ان الشكل ده اشيك قوي من علبة المناديل. هنا بتحط مية بتغلي مع فانيليا، الميه بتغلي تحط فيها نقطه فانيليا سايله بقى وعود، بتخلي ريحه الشقه كلها زي الفل، خاصه بقى لو انت بتطبخي او ريحه اكل او ريحه سمك. وهنا بتشد العود بتاع الشمدان وهتبدا تولع اهو، بتمسح كل التفاصيل من على الركنه بتاعتها. لم كل التراب هنا كمان، بتطبق، شوف طريقة تطبيقها. انا شخصيا عاجبني الافكار اللي هي بترتب بيها، لو عجباكم الافكار دي من غير ما مليتم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات اكتر لكم الحاجات دي. هنا بقى هتعمل فازة برضو في، بصوا كده تعمل برضو في المطبخ، وجنبه البرتقال في المطبخ، يعني دي شكل المطبخ كمان مع برضو فكرة الشمعدان. فكرة تانية برضو الفازة فيها ورد، فازة مختلفة، والطبق هتحط فيه مكسرات تمام مع فكرة برضو الشمعدان اهو. بصوا دي كذا فكرة للتقديم برضو، البرتقال يعني مش بحط بس برتقال في طبق فاكهة وخلاص، لا مع ورود مع كده شكلها حلو قوي اهو، برضو دي فكرة تانية. اللي بيتفرج علينا ومحدش ناش لايك، اعتقد ان الفيديو حلو قوي، كل الستات وكل البنانيات هيحبوا الافكار اللي هي بتقدمها. انا بعشق الحاجات اللي فيها فرو. وبصوا بقى فكرة تقديمها، اولا الجزء ده عندها مليان الكراسي كلها نفسها فرو، فبصوا بقى الجمال
القعدة بقى والفرجة بقى كده، هي رتبت الدنيا كلها. هي ما شاء الله تحس ان هي مستمتعة بكل حاجة بتقدمها. ده الشكل النهائي بتاع الأوضة اهو، هتوضب لنا كمان الأوضة دي. طبعا انا بقول دايما شقة عروسة، لكن هي ما شاء الله ام، لكن كل ما تكون الشقة ممتعة كده بنحس ان هي شقة عروسة. هي ما شاء الله بتحب تجدد جدا وتغير، طبعا مش ما شاء الله الامكانيات كمان بيساعدها، لكن انا دايما بقول في كل فيديو ان انا مش لازم يكون عندي كل الامكانيات، بس اقدر اغير بحاجات بسيطة. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والشقة بتاع النهاردة يكون عجبكم وخدتوا منها افكار، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ولايكاتكم الحلوة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.